السلام عليكم. الموت يرافقنا بكل مكان، وممكن بأي لحظة نفقد حياتنا، أو صعب واحد يتباهى إنه هو مستعد. فهل يا ترى أنت مستعد تموت؟ إن شاء الله مستعد كل الاستعداد. ما تقدر تقول أنا مستعد، بس خايف إنه أروح لرب العالمين بوجهي أسود. بس ما خاف الموت. مستعد؟ لا، بس نحسب الحساب. أين المؤمل؟ فالآمال حائرة. أين المرجى؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ماذا تعرف عن إمام زمانك؟ قريب إلى درجة من أقعد الصبح وبالي. عندما أقيس أعمالي مع الناس أعتقد أن إمام زماني راضى عني لو لا. الأمان الأمان يا صاحب الزمان. كل يوم أنا قد دعاء الندبة كل يومية. بس يا ترى اللي أعرفه أني هو هذا الكافي أنه حق الإمام لو لا؟ هاي لازم إذا مو بالكتاب فأنت بصلاتك ذاك. بس يا ترى إذا أجي أنا مستعد؟ ما أقدر أعطيك جواب. الالتزام بأمور أهل البيت بحذافيرها وبنقاطها راح تعرف الإمام. أعرف أنه هو موجود وعايشين ببركته. كم نسبة حبك للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ لا أعتقد عن 100%. مفروض 100%. ما يصير أقل. فوق 100. تتعدى 100. ما نقدر نقيسها برقم أبد. 80% 70%. هذا الاستبيان بمجموعة من النقاط إذا جاوبت عليها ممكن تعرف نسبة حبك الحقيقية للإمام المهدي عليه السلام. ما زلت أرقب وعدا في محطته لعلها عبرت عني قطاراتي. هل نرتوي من رؤى؟ إيش قد تعتقد النسبة صارت بعد ما كانت 100%؟ أصبحت 99. 95. 60. 80%. 70%. وجه لك كلمة عن التقصير اللي وجدته في أعمالك، شو تحب تقول له؟ التقصير هو غير متعمد، ولكن هذا الاستبيان تنبيه. سلام عليكم. أقول له خذ بيدي إليك. على قصوري، على وضعيتي، على كل شيء بيها. وعلى الإمام هذا التقصير أنت. أنا أسأل الله أن يوفقنا للخير اللي وصلنا للإمام عجل الله تعالى. هذه رسالة بيها تعهد للإمام المهدي عليه السلام. راح تقرأ هذا التعهد وتكتب رسالة إلى الإمام، وهذه نخليها في شباك مقام مولانا صاحب العصر والزمان. أتعهد بقراءة ختمة قرآنية تهدى إلى الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. تعهد العهد مدة 40 يوم. إلى إمام زماني أتعهد بإقامة صلاة الليل لمدة 21 يوما إن شاء الله من اليوم. إلى إمام زماني أتعهد بقراءة زيارة عاشوراء لمدة 30 يوما إن شاء الله. مو صدفة، هو اللي أنا مقصر بها طلع بالتعهد. ليش 21 يوم؟ لا الشهر كله. لزوجته صلي صلاة الليل. قلت له علي مرات أنا مع الخرق ما أقول. فيا ما أحلام التعهد. إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى؟ وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى؟ وأما رسالتي أنا العجل يا مولاي فقد طال الانتظار. لبيك يا مهدي بروحي لبيك.